أنزل عليه أول ما أنزل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأزكى الصلوات وأفضل التسليمات على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيد الخلق أجمعين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضيلة رئيس المجلس العلمي المحلي المحترم سيدي عبد الرحمن الجشتمي، فضيلة الفقيه الأستاذ سيدي إبراهيم العيشي عضو المجلس العلمي المحترم، فضيلة الأستاذة الفاضلة فاطمة أبو وكيل عضو المجلس العلمي المحترمة ومنسقة الخلية أو خلية المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي، فضيلة السادة فضيلة الأستاذ المحترم سيدي أمو إسماعيل أمو منسق المرشدين، فضيلة السادة والأساتذة والأستاذات أعضاء المجلس العلمي المحترمين، فضيلة السادة والسيدات الحاضرين معنا، معشر الطلبة والطالبات المباركين، لكم جميعا أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كذلك السادة الإعلاميين نرحب بالجميع، مرحبا بكم جميعا في هذه الجلسة المباركة التي تخص هذه الزيارة المباركة لخزانة المجلس العلمي المحلي بتارودانت الزاخرة بأمهات الكتب. في إطار تنزيل برنامج مقومات الحياة الطيبة ينظم المجلس العلمي المحلي بتارودانت زيارة لخزانته لفائدة طلبة ملحقة كلية الشريعة بتارودانت المقبلين على الإعداد لأبحاثهم للإجازة وبهدف توسيع مداركهم ووقوفهم على ما تزخر به خزانة المجلس العلمي من أمهات الكتب القيمة في مختلف مجالات العلم والمعرفة، وذلك وفق البرنامج التالي لهذا اللقاء المبارك. البرنامج يتضمن استقبال الطلبة في مقر المجلس العلمي المحلي تارودانت، ومرة أخرى نرحب بجميع الطلبة والطالبات ومن جاء معهم. بداية خير ما نفتتح به من هذه المجالس الطيبة هو آيات بينات من الذكر الحكيم، ونستمع للأستاذة الفاضلة أمينة إيلي لعضو المجلس لتلاوة هذه الآيات، تتفضل مشكورة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك
لزوجك عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى صدق الله مولانا العظيم. كلمة توجيهية للسيد رئيس مجلس العلم المحلي لتلودان فضيلة الدكتور سيدي عبد الرحمن الجشتيمي فليتفضل سيادته مشكورا. شكرا الله وبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. سيداتي سادتي حضور الكرام سيدي عضو المجلس العلمي المحلي لتلودان سيدي الحاج إبراهيم يعليجي سيدي عضو المجلس العلمي المحلي لتلودان سيدي يوسف الخضار سيداتي أعضاء المجلس العلمي المحترمات أستاذة فاطمة أبو وكيل وأستاذة فاطمة الزهراء مرحوم وأستاذة إيديو آمنة
السادة المرشدين المنسقين سيدي محمد اللوزي سيدي إسماعيل بوهمو، السيدات والسادة الحضور، إخواني طلبة ملحقة كلية الشريعة وطالبات ملحقة كلية الشريعة، سادتي الإعلاميين الحاضرين معنا لنقل الكلمة الطيبة، سادتي موظفي وأعوان المجلس العلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أحب ويطيب لي أن أرحب بهؤلاء الزائرين الطيبين الذين وضعوا إمكانياتهم من أجل متابعة دراستهم والبحث عن العلم، فهم في طريق الخير والسداد والتوفيق وطريق الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له طريقا إلى الجنة كما في صحيح مسلم. أرحب بالجميع وأشكر الجميع على أن وفروا هذه الفرصة للمجلس العلمي المحلي للتواصل معهم وللتذاكر معهم فيما يعود علينا جميعا بالنفع الدنيوي والأخروي. وأهنئ هؤلاء الطلبة والطالبات الذين أسأل الله أن تلسح قدمهم في الاستمرار في طلب العلم حتى يتسلموا أقوى المراكز وأعلى الدرى بالنسبة لطلب العلم، فالعلم هو ما ينبغي أو بل ما يجب أن يعيره الإنسان كل قواته وكل إمكانياته ليصل فيه إلى أعلى ما ينبغي أن يصل إليه، ثم بعد ذلك أشير إلى أن طلب العلم وطلب أي مجد كيفما كان يستدعي من الإنسان الكثير من الصبر والكثير من قوة الإرادة، لأن الحياة وما يتخللها من ملهيات ومن شواغل ومن أمور تستجد من حين لآخر، فالحياة تأتي طفرات وطفرات تلو الأخرى قد تشغل الناس على ما هم بصدد أن يؤهله إلى أن يصلوا إلى مرتبة الخلافة التي أرادها الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق على وجه على هذه الأرض. الصبر ثم الصبر ثم الصبر من أراد أن يبلغ مراده، ثم طالب العلم ينبغي كذلك أن يتحلى بالتواضع، التواضع لزملائه، التواضع لأساتذته، التواضع لمن يستفيد منه ولمن يستفيدون منه، وعدم ادخار أي وسع في تبادل المعلومات وتبادل المنافع وإعطاء وأخذ العلم، فهذه المسائل كلها تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تواضع. ثم قبل الصبر وقبل التواضع لابد من تصحيح النية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في صحيح البخاري وقد بدأ بصحيحه بالحديث الذي تعرفونه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، والنية هي التي تقدم وتؤخر، تقدم من صلحت نيته ومن كانت نيته حسنة ومن كان يجدد نيته، لأن النية تحتاج إلى تجديد، ولذلك فالإنسان معرض لما يشغله، معرض لوساوس الشيطان، ولذلك فلا بد أن يجدد النية من حين لآخر
حتى يرسخ ترسخ قدمه في نهوة بصدده. ولله درب المغيث في قوله لكن سر الله في صدق الطلب، كم رئى في أصحابه من العجب من كانت نيته، ثم استعان بالصبر، ثم استعان بالتواضع، ثم استعان باليقين، فإنه سيصل بطبيعة الحال مهما كانت العواقب ومهما كانت الظروف المحيطة به مادية كانت أو معنوية أو حتى صحية. ثم أوصي إخواني وأخواتي بكثرة ممارسة الكتابة، كلما علت له فكرة أخرج كراسته وقلمه وسجل ما كان يدور في خلده، فإن أبهل الفكرة سواء كانت فكرة علمية أو فكرية أو فكرة فنية أو شعرا أو أي شيء، فإن لم يسجل في وقته فإنه سيأتي وقت يتبخر فيه ذلك التفكير الذي كان قد فعله لمدة ما، حتى إن بعض الطلبة لا يفارقون الكراسة والقلم حتى في وقت النوم فيضعونه بجانب وسادته، فإذا طرأت له فكرة استيقظ وأشعل النور حتى يسجل ما يدور في خلده. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، وهكذا أيضا أوصيكم به وأوصي به نفسي كذلك. كثرة القراءة، لأن كثرة الكتابة لا تكون إلا بعد كثرة القراءة، لأن من قال بأنه يمكن أن يكتب بدون أن يكون له رصيد من القراءة فسيكتب أفكارا قد تكون من النوع الأفكار التي لا يلتفت إليها ولا تستحق أن تكتب، ولذلك فلا بد من رصيد في أن يخص أن يجعل الإنسان نفسه مواظبا على قراءة الكتب. لا بد من قراءة الكتب، لا يشتغل الإنسان بهذا الهاتف الذي كلما اطلعت فيه على معلومة ومرت في ذهنك ثم انصرفت دون أن تكون بعد مدة قصيرة تجدها قد تبخرت، ولكن حينما تستعمل القلم وتسجل ما تطلع عليه يبقى ما كتبته وترجع إليه وتنميه وهكذا. ولذلك لله بر الذي قال العلم صيدون والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبائل الموثقة، حبائل موثقة هو أن تكتب ما عل لك. وقد رأيت غير في هذه الأيام الماضية باحثة أمريكية ألمانية ربما ألمانية ولكنها تعرف اللغة العربية وأصبح المغرب إلى آخره، بمجرد ما تجلس في مكان تأخذ القلم وتكتب مع الصباح الباكر تجدها تكتب، في الليل تكتب، دائما تكتب. إذا الكتابة توثق عليكم بهذه الوصية التي أوجهها لنفسي قبل أن أوجهها إليكم. ثم هذه وسائل التواصل الاجتماعية وكذلك أيضا التكنولوجيا الحديثة يجب أن يستغلها الإنسان وأن يستفيد منها وأن يبعد عن نفسه ما تجر إليه من اللهو ومن ما يشغل. فقد تأخذ تيك توك ثم تمضي ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك دون أن تشعر بوقتك يقتل ودون أن تستفيد أي شيء نهائيا، لأن هذا الذين يضعون مثل هذه البرامج يعتمدون دراسة نفسية فيجرونك وأنت طالب والوقت وقت لا يسمح بهدر ولو قليلا منه، ينتظر منك أن تجيب إجابة صحيحة في الامتحان، ينتظر منك أن تجود بحثك، ينتظر منك وأنت حينما تشتغل بهذا هذه وسائل التواصل الاجتماعية الغير مفيدة بطبيعة الحال في هذا الجانب فهي مفيدة لأنها سلاح ذو حدين، فابحث عن المكان الذي تستفيد منه واترك ما لا يفيدك. قضية ارتياد المكتبات، وأنتم قادمون إن شاء الله على زيارة مكتبة المجلس العلمي
خزانة مجلس العلم العامرة التي بذلنا مجهودا كبيرا في الحصول على أمهات الكتب وعلى الموسوعات التي ستفيد الطالب. فأدعوكم أيضا من هنا من هذا المنبر إلى أن تزوروا دائما مشيرة فقط اليوم أن يجعل الطالب ضمانا لزيارة المكتبة. هذه المكتبة بكل ما فيها رهن إشاراتكم، مكتبة الإمام علي بتمدد كذلك، وفيها مخطوطات وفيها ما ينبغي أن يستلزمه الطالب، ما أكثر المكتبات سواء منها الخاصة والعامة، فينبغي للطالب أن يحرص على ارتياد المكتبات بدلا من ارتياد الأماكن التي تضيع وقتها. أختم هذه الكليمة المتواضعة المقتضبة بأبيات لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الجشتيلي، وهو عالم من علماء السوس كما تعرفون، وله يد طولة في الفقه وفي العلم وفي الشعر وفي الحكمة وفي التصوف وفي كل مجالات العلم المعروفة. أختم بهذه الأبيات، أبيات في فن التضمين، فن التضمين في البلاغة، وينتمي إلى البديع المعنوي، ويدل من يستغل هذا التضمين على سعة علمه وسعة اطلاعه وسعة فكره. فهذا العالم أراد أن يربط الذين يريد منهم أن يتوبوا إلى الله وأن يكثروا من الأعمال الصالحة وأن يبتعدوا عن المعاصي، والذين يريد منهم كذلك أن تثبت أن يثبتوا راسخين على طلب العلم، جاء بأبيات من طرف ابن الفارض ضمنها في منظومته المعروفة، وهي منظومة كبيرة تنيف عن 373 بيتا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنطلعها أبعد الذي أسلفت في الروح والدعاء وخفض معاش في رياض من السعى إلى آخر الأبيات التي ذكرها. إنما أريد فقط أن أشير في هذه العجالة إلى هذه الأبيات حتى تأخذوا منها ما تستعينون به على في ما فيها من نصائح تستعينوا بها على ضبط وقتكم وضبط عملكم. يقول رحمه الله نقلا عن ابن الفارض معروف، ابن الفارض هو أبو الفضل، هو معروف أبو حفص، ويسمى أبو حفص ويسمى أبو القاسم ويسمى ابن الفارض، وعمر بن أبي حسن معروف بن الفارض سلطان العاشقين، هو من المتصوفة. بغض النظر عما قيل عنه فيما يتعلق بمذهبه التصوفي، فإن في شعره الكثير ما يمكن أن يحفز الإنسان على طلب العلم وعلى طلب العلا. هنا يتحدث عن عدم التسويف وعن الجد وعن الاجتهاد. يقول أبو العباس رحمه الله ولله درب السادة الغر إذ شدا بأبيات شعر في التيقظ أربعة. هم هذا البيت ولله بعض السادة الغر إذ شدا بأبيات شعر في التيقظ أربعة. التيقظ هو يشيد بابن الفارض، بعض السادة مقصود به ابن الفارض. قال رحمه الله فخذها وبدلت الأواخر أن ترها، هو ما يتعلق بالتضمين، فخذها وبدلت الأواخر أن ترى تلائم ما صمت القصيدة جمعه. جمعه فقط للدفع القصيدة كلها. فخذها وبدلت الأواخر أن ترى تلائم ما صمت القصيدة جمعه. الصمت هو الخائط الذي تجمع فيه الحبات التي يتكون منها العقل. فخذها وبدلت الأواخر، أواخر الأبيات، أن ترى لكي ترى تلائم ما صمت القصيدة جمعه. وعد، شوف شنو قال هذا والدي هنا بالدرجة الأولى، وعد عن قريب واستجب واجتنب غدا. وعد، عد، ارجع مما كنت فيه من اللهو من اللعب ومن تضييع الوقت. هذا يسبق علينا جميعا، علينا شخصيا وأنتم كذلك يجب أن تستفيدوا منه.
وعد عن قريب واستجب واجتنب غدا انت الغداوي 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 واستجب غدا وشمر عن ساق اجتهاد مرفعات هذه الفقيه سيدي ابو عباس بدو ثاني هذه الكلمه مرفعات ديال ابن فارس المدافع ومرفعات وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى كن صارما قاطعا كالوقت فالمقت المقت هو البغض الشديد في عسى فالمقت في عسى وإياك علي ما تقول لعلي 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 الله ممكن كذا وإياك علي فهي أخطر موجعة علي أفعل علي أفعل ويتسوي في الوقت ويمشي وينسان وهو كيدوز إلى آخره وسير زمنا وانهض كثيرا فحظك البطالة ما أخرت عزما لتجمعه سير زمنا يعني أنت مقعد ما قدرتيش تحرك شوف دابا حنا ناخذ الفكرة من مثل هؤلاء الذين احيانا نشده في بعض وسائل التواصل الاجتماعي لا يملك الرجلين او لا يملك اليدين ومع ذلك تجده قد بلغ قمه في كثير من الامور لماذا؟ لانه لا يستسلم لم يستسلم لما هو فيه من العاهه وسير زمنا يعني مقعدا مريضا وانهض كثيرا كسر ومع ذلك ما بقاش يسير يقوم بواجب ديالو فحظك البطالة البطالة هو التعطل عن العمل فحظك البطالة ما أخرت عزما لتجمعه وجذ بسيف العزم سوف فإن تجد تجد نفسا فالنفس إن جذت مهطعة إن جذت منقاد النفس إلى خليتها غير تبعتيها خاطر ديالها غادي غير تنعس غادي غير تمشي غير فين تفرج غادي غير تشوف شي حاجة غادي غير تجمع فيها غادي دير كذا راه النفس بغات هكا هي بغات باش تهرب العداء فالنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تختمه ينفطمه فاصرف هواها وحاذرا تواليه من الهوى الى اخر ما قال المصير رحمه الله على اي حال على اي حال هذه النصائح ان الانسان لا يستسلم للعجز لا يستسلم لوساوس الشيطان لا يستسلم للعب والشهوات والملاهي إذا استسلم إلى هذه فإنه بطبيعة الحال سيخرج إلى حافة الطريق ولا يلتفت إليه ولكن حينما يوطن نفسه على أن يضبطها وأن يضبط نفسه وأن يقودها لا تقوده فسينجح إن شاء الله في حياته هذا اللقاء المبارك الذي استمعتم إلى أنه لقاء في يندرج ضمن تنزيل خطة ستسديد التبليغ من أجل الحياة الطيبة التي نشتغل عليها ونشتغل عليها جميع المجالس العلمية وجميع الكفاءات العلمية في الحقيقة ماشي غير المجالس العلمية جميع شرائح المجتمع التي تريد الخير تعمل على تنزيل خطة تسديد التبليغ من أجل ماذا؟ من أجل حياة طيبة شو حياة طيبة؟ حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة إصداقا لقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة بالنسبة للمجالس العلمية والمندوبيات وغيرها وجميع المهتمين وجميع الكفاءات العلمية في المملكة المغربية تعمل جاهدة الآن في تسديد هذا التبليغ الذي بطبيعة الحال لا يستلهم إلا من توجيهات مولانا أمير المؤمنين الذي يريد لهذا الشعب الوفي أن يعيش حياة مطمئنة وحياة سعيدة بعد الموت إن شاء الله تبارك وتعالى إذن مولانا أمير المؤمنين يصل ليله بنهاره لكي يعطي تعليماته وتوجيهاته للأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى وكذلك ايضا لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ولجميع كفاءات المملكه المغربيه من اجل هذه الحياه الطيبه ان يعيش المواطنون حياه طيبه سعيده نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لنكون عند حسن ظن مولانا امير المؤمنين وان يحفظه في صحته وفي اسرته وفي شعبه وان يبارك له في كل ما انعم به عليه فاللهم احفظه بالسبع المثاني والقرآن العظيم واحفظ ولي عهده المحبوب المرهوب المولى الحسن وسواه الرشيد وسواه الرشيد المولى الرشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية وكافة أفراد المملكة المغربية
وأبعي الله عنا في مملكتنا كلما يمكن أن يلحق بنا أي ضرر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستسمح إلى طرد، فإن بينما حين ألاحظ قسمات السادة إخواني الطلبة والطالبات لأطرد قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين. الحمد لله، في إطار تنزيل خطة تسديد التبليغ من أجل الحياة الطيبة من ضمن المجلس العلمي، هذا اللقاء التواصلي تكويني مع طلبة ملحقة كلية الشريعة بتلوزانت لزيارة خزانة المجلس العلمي، وأيضا للاستفادة من العروض القيمة التي ألقاها بعض أعضاء المجلس العلمي. وكانت هناك بإذن الله مناقشة وفوائد تتعلق بكيفية إعداد البحوث العلمية، كيفية إعداد البحوث العلمية، وأيضا تنوير الطلبة وتوجيهات من أجل أن يستفيدوا في هذه العروض التي قدمها أولا رئيس المجلس العلمي، وكذلك أيضا الأستاذ الفقيه سيد إبراهيم العليجي الذي تحدث عن كيفية بحث الطالب وكيف يمكن له أن يجهز بحثه في الإجازة أو في الماستر. كذلك أيضا تميز اللقاء بحضور فعالية أخرى نسائية ككلمة الأستاذة فاطمة أبو وكيل عضو المجلس العلمي وملصق خلية المرأة وقضايا الأسرة. كذلك أيضا توجد الأستاذة فاطمة الزهراء مرحوم وهي مسيرة الجلسة العلمية، وكذلك أيضا أمينة إليلو عضو المجلس العلمي. كذلك زيادة على وجود أعضاء آخرين بحال مثل سيدي يوسف أخضر الذي أعطى فكرة عن كيفية استخدام صياغة مايكروسوفت أوفيس بالنسبة للطلبة وكيف يكتبون بحوثهم، وبالخصوص أوقفهم على كيفية تخطي بعض العقبات التي تعترضهم في كتابة بحوثهم، وبالخصوص ما يتعلق بالكتابة في الهامش. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يتيبنا في هذا اللقاء المبارك الذي توج في نهاية الأمر بزيارة خزانة المجلس العلمي، وبالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين وللأمة المغربية جميعا. هذا ما يمكن أن أشارك به في هذه الكلمة المتواضعة.